هاي، السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا من اول وجديد في قناتي نتحفو. الى اول مره كتشاهدوني دخلوا القناه، ضغطوا على زر الاشتراك، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم واحد الخريجه درتها مع والدي هنايا للزرقاء. جينا نعمروا المهمات، غنكتشفوا هذه المنطقه، هذه فيها اماكن واعره بزاف. غادي نشارك معكم هذا الفيديو هذا، خليكم معايا ما تمشيو فين، تابعوا الفيديو حتى النهاية. هاي، هنا رجعت لكم بعد ما سرينا واكتشفنا هذه المناطق الاكثر من رائعه. فريمون كنصحكم انكم تزوروها مع العائله ديالكم. سو بلا ما نطول عليكم، جينا لهنايا للمقهى، والاسم ديالها مقهى دار البارود. هنا غادي نتغداو انا والعائله ديالي، انا ومامتي الحبيبه وبابا الحبيب. دونك طلبنا طويجين ديال الشكيوين مع الدريبات ديالاتاي، فهانتوما معايا. هذه هي الكرموس ديال المنطقه او ديال الارض ديال الزرقاء، بصراحه لذيذه بزاف وفوق ما كتصوروا مشاهدي الكرام. ومن هذا المنبر هذا كنبغي نشكر كاع الناس اللي خدامه في مقهى دار البارود على حسن الاستضافه. برزتو ها عن الله. نعم، حق عندهم اتاكي حمق شهوة من زين. وبالتالي غادي نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو هذا. كنتمنى انه ينال اعجابكم واستحسانكم. ما كرهتكمش انكم تبارطاجيوه مع خوتكم وحبابكم وكاع الناس اللي كتبغيو. خليت لكم الراحة، تبقاو على الف خير.